مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قصة إيمان، 26 سنة، لعدد كبير من المغاربة كيتبعوا القصة ديالها. قصة إيمان في العنوان البسيط، رباتها ربيعة ومحمد الله يوليهم برحمة الله قبل الوفاة ديال الأم. ربيعة قبل 3 أيام كتفاجئها بسر أنه كتقول لها أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك. غيرت الدنيا عند ما هو أصعب. لا زالت تطالب بشتى الطرق المشروعة والقانونية من أجل وصول الهدف، شكون هي الأم والأب ديالها الأصليين. مشاهدين الكرام، مجموعة من الأجزاء تبعتوها معنا، ناس اللي تبعوا القصة ديال إيمان اللي كيعانيوا في نفس الإشكال كأمهات بطبيعة الحال، كان الإحساس ديالهم أن تقدر تكون إيمان بنتهم. دوزنا فاطمة، إذن الله عز وجل ومجهود المغاربة وقصة إيمان، أنهم عرفات الإبنة ديالها، وكذلك آخر فيديوهات تشتو ديال الفاتحة اللي تاهي عرفات الإبنة ديالها. في خضم الموضوع الآن، احنا مقبلين على الخطوات الأخرى اللي كتخص إيمان في الخيط اللي خلات لها الأم اللي رباتها قالت لها السر كاين عند حافظة ومحجوبة. تناولنا القضية مع محجوبة، عطتنا مجموعة من النقط وساعدتنا الإبنة ديالها أنه انتقلت الآسفي لعند حافظة. عطتنا الأدريس، العنوان، وهي إيمان مقبلة على تتبع هذا الخيط اللي غادي يقدر يوصلها للهدف. مجموعة من النقط ومستجدات جديدة في الموضوع، وشكون اللي اتصل بها في المقربين شيئا ما أو من الجوار على حافظة هو اللي غنشوفه مع إيمان. قبل غادي ندرجوا الموضوع مع حبيبة. شكون هي حبيبة؟ اللي هي بنت عم رابعة اللي كبرتها، يعني كتعتبر الأم ثانيا بعد اللي رباتها، اللي كتعرف الأسرار ديال الملف. حبيبة، تبعتي معنا القصة من الأول، وانتي قبل ما ندوزو احنا في الموضوع، انتي اللي مشيتي مع عند رابعة وتبعتي الأمور. من بعد بانت فاطمة، قالت أنا تقدر تكون أنا أمها. من موراها تبعتي معنا فاتحة حتى اللي بانت بنتها. كيفاش كتشوفي لهاد الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأمور كلها تتشابه، والناس قاع لي جاو بسبب إيمان، كلهم تيقولوا نفس الكلام اللي واقع الإيمان. 3 أيام، نهار 3 أيام، والسنة فاش زايدة إيمان، مقاربين بزاف، وحنا تنقولوا مرحبا. لي جاو تنقولوا لي مرحبا، ما بغينا نردوا حتى شي واحد. دابا باقي لنا داك الصندوق الأسود، هو آسفي، غادي نتمنوا باش نمشيو ما نرجعوش بلا شي فائده. وإيمان ما صحتها ما تسمح لهاش باش تسافر، ما تقدر لا تزيد لا والو، راه حالتها مسكينه مع عبزز وصافي. ايوا نتمنوا من هاد السيده اللي مشينا عندها ما طردناش خايبين، تقول لينا الحقيقه باش هاد البنت هي مسكينه تعرف الام ديالها وتعرف الاب ديالها، على الاقل تعرفها الام بعدا. هادشي اللي تنتمناو من هاد السيدة اللي مشينا عندها. حنا خايفين دابا، خفنا لا نمشيو وما تقول ليناش الحقيقة ورجعوا. إيمان ولات تخاف بهادشي اللي وقع الفاتحة وهادشي اللي شافت، ولات تخاف مسكينة، ولات خايفة وصحتها ما تسمح ليهاش. أنا عندي معاك واحد السؤال، أنتي مع مني قلتو أنا غنقولو دابا، عندك واحد الخاطر كبيرة مع إيمان اللي قالت لك تقولها واخا. كاين الناس اللي كيقدروا يقولوا اياه راه اللي رباتك، حنا كنعرفوا القيمه ديال ربيعه الله يوليها برحمه الله، ومحمد اللي كبرها وهذا، وكيفاش عاملوها وخلاو لها الدويره مسكينه وامنوها، الله يقبل اجرهم في الدنيا وفي الاخره. مزيان، عندك واحد الخاطر كبير مع اللي قالت لك تقول انا معك، واحد الخاطر كبير عندك مع ايمان، تقدر تشرحي لي علاش ما كتعرضيهاش انت؟ وهذه هي الحقيقه، حيت انا وراء الكواليس كنشوف بزاف ديال الامور. ما تنعرضهاش لحقاش مسكينه ما عندها حد، والام اللي رباتها راه ماتت، والاب ما عندها لا اخ لا حتى شي واحد. انا اللي بقيت ليها قريبه ليها، انا اللي تنساعدها وما تنقدرش نخسر لها، حتى هي بحالها بحال وليداتي، وراه الله اللي عالم، وحنا معاها حتى الاخير ان شاء الله تتلقى والديها. والله حبيبه انت اروع ام، والله العظيم. شكرا استاذ يوسف، الله يستر، الله يحفظك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف امور اخرى قالتها لي في الاتصال، هو سبب اللقاء ديالي بها اليوم. هي شيئا ما متضمره، انطلاقا من الخيوط اللي بانت، الناس اللي شكوا انه تقدر يكونوا هما والديها، يعني جوج ديال الامهات يكونوا هما الام ديال ايمان. الواقعه ديال اعتقد فاتحه في الاخير
قالت لي انا خايفه وتنقول في اي لحظه نقدر نتصدم من حفيظه وما تعطينيش معطيات ودخله في ظرفيه صعبه، وكذلك كتقول لي كيفاش غنوصل لهاد الام، يعني نوع من الاحباط يميل بقوه الايمان. كيفاش غنشوفوا مع الموضوع؟ ايمان كتهضر معايا وكتبكي خايفه من اسفي بزاف. قولي لي خايفه لا نمشيو وما تقول حتى شي حاجه، خايفه لا نمشي حتى لتما وبالصعوبة سميتو انني ما قادراش نمشي، واكثر هاد الايامات حالتي الصحيه ولات غاده وكتدهور، ما بقيتش قادره انني نتمشى مزيان برجلي، وخايفه نمشي حتى لتما ندير المستحيل ونمشي ونرجع ما قال لي حتى شي حاجه، ما بغيتش هادشي. كنت قبل متشجع معانا وتبارك الله كانت واحد العزيمه قويه عندك، هذا الاحباط اللي صابك في الاخير هادشي كامل وقع بسبب شوف غير دابا غير فاتحه اشنو اللي هي امراه كبيره وكل شيء وشنو واقع لها دابا لحد الان، على قبل لا ابتسام لا هي بجوج بيهم مدمرين، جوج بيهم نعرفوا الحقيقه تاع بعضياتهم انهم وحده وهي باغا تشوفها والاخرى ما باغاش تشوفها، وانا خفت هذا الخوف اللي ولا في هاد الايامات انني نمشي، كنت متحمسه وكل شيء ولكن دابا وليت خايفه انني نمشي وما تقولش لي الحقيقه اولا ما تستقبلنيش، ولكن انا دابا كنقول لها عافاك وانا عارفه وعرفت بانك كيف ما قالوا الناس بانك امراه مزيانه وما تقدريش انك ترفضي انني نجي لعندك، عافاك كنتمنى انني ما نجي عندك، قولي غير الصراحه انا ما باغا حتى شي حاجه، باغا نعرف غير الصراحه غير شكون الام ديالي وشكون الاب ديالي، هادشي انا اللي باغا نعرف، ما طالبه حتى شي حاجه، طالبه انني غير نعرف غير الحقيقه، هادشي اللي بغيت. دابا عندك شي حاجه ايجابيه وشي حاجه سلبيه، قبل قلتي لي اتصل بك شي شخص من الجوار ديال حفيظه وقال لك هذيك السيده راه طيبه وراه مزيانه ويعني عطاك واحد العامل نفسي مهم انك تقدر تمشي تقدر شنو الحوار اللي دار بينك وبينه؟ هادي واحد السيده كانت عيطت لي السيمانه هاد السيمانه اللي فاتت. امراه ماشي راجل؟ لا امراه هي اللي عيطت لي قالت لي ايمان ان بنت انا ساكنه في اسفي الا كان ممكن تعطيني العنوان ديال حفيظه، عطيتو ليها مشات اليوم قالت لي كانت دارت معايا نهار السبت اولا الحد انها تمشي تقلب من سميتو، قالت لي عيطت لي اليوم مع الصباح قالت لي ايمان هيك السيده اللي قالت لك عطيني العنوان، انا قالت لي شوفي انا دابا راه في الزنقه ودوات معايا ابل فيديو، قالت لي هانتي جاوبيني ابل فيديو غادي تاكدي، دوات معايا ابل فيديو ونيت في نفس الزنقه قدام الدار ديالها واقفه وحدها نيت مشاو سولوا الناس اللي قالوا لهم قالوا لهم واش هاد حفيظه هي اللي كتدوي عليها البنت اللي كاينه في اليوتيوب، قالوا لا قالوا لهم زعما راه مره زعما قال لهم ظريفه وزعما قال لهم ما تقدرش انها تخبي شي حاجه، مره زعما خالوقه وظريفه والله يعمرها دار، قال لهم كنتمنوا من نهار يجي عندها البنت ما تصيفطهاش هكاك تقول لها الحقيقه وتقول لها شكون والديها، هذا الشيء اللي كاين وانا كنتمنى كيف ما قالوا لي دوك الناس اللي عطوني واحد شويه ديال سميتو انني ما نبقاش مخلوعه وما نبقاش خايفه، كنتمنى نهار اللي نمشي تقول لي الحقيقه، هذا الشيء اللي طالبه منا تقول لي غير الحقيقه صافي. يعني دابا المشكل اللي عندك في الوضع الصحي ديالك وفي نفس الوقت المشكل الثاني كيتعلق بالخوف من الرفض، وشنو اللي كتشوفي انت دابا كيفاش كتشوفي شنو اللي كتشوفي خصو يدار الان بين انا على المعطيات اللي عندنا نحتارموها الوضع الصحي ديالك الخوف ديالك من امور سلبيه يعني فيما يخص المعلومات على شكون هي الام طريقه التواصل ديالك مع الحفيظه، هادشي كله واحد الظرفيه ديال ارتباك انت فيها صعيبه، عندك شي اقتراح كتشوفيه الان؟ الحل الوحيد هو غادي نمشي واخا مريضه، غادي نمشي واخا حالتي الصحيه كيف ما قلت انها كتدهور نهار من ورا نهار، غادي نمشي
وغدا نيت عندي الطبيبه وغدا عندها بزز، وليت كنقول لخالتي انا ما كراش نمشي عندها، نقولها غير خليني غير نعس غير نرتاح صافي، ما بقيتش قادره والله ما بقيتش قادره، كنبغي نصبر راسي ونكون قويه. والميساجات ديال الناس اللي كيخلوني انني نكون قويه وكيعيطوا ليا مساكن وكل شيء، مش انني غير نكون قويه، ولكن في واحد الوقيته اللي صافي ما قادراش. كنتمنى نهار اللي نمشي تقول لي الحقيقه، هادشي اللي طالبه منا تقول لي غير الحقيقه، ما طالبه منا حتى شي حاجه، نعرف غير الحقيقه، النهار اللي نمشي عندها تقول لي شنو كاين هادشي اللي باغا. بغيت نعطيك الكلمه الاخيره، كتبكي ايوا راه كتحسي بها من طبيعه، راه بنتك هي، كيفاش كتشوفي الامور؟ الكلام اللي قالت ايوا شغل انت مسكينه، داكشي اللي تتقول هو هذاك، خصنا نمشيو ضروري خصنا نمشيو. مشاهدينا الكرام، هذا هو واقع الحال في الموضوع ديال ايمان، اللي طوي الراي العام اكثر في الموضوع. الشكر الجزيل للمغاربه بشكل كبير، تبعوا القضيه ديالها اللي تبين الحقيقه والوصول للهدف في الموضوع كيتعلق شكون هي الام والاب ديال ايمان. ايمان كتقول لك في الاخير على الاقل نعرف شكون هي الام ديالي. كما تبعتوا معنا هذه القصه ديال ايمان، مكتوب الله عز وجل الام جهود المغاربه، بنو نساء اخرين قدروا يوصلوا لبناتهم، وإيمان لا زال لغز محير في الموضوع. السؤال اللي كيطرحوا عدد كبير من المغاربة في التعليقات، لماذا لم يتم انتقال مدينة آسفي من أجل الوصول للهدف؟ هنا سؤال ولكن الجواب ديالو شيئا ما ليس بالأمر هين، لا نعلم رد الفعل ديال الطرف الثاني اللي هو موضوع النقاش أو ما يسمى بين قوسين بالعلبة السوداء أو الصندوق الأسود في الموضوع. واش غادي تقبل حافظة أنه تعطينا معطيات؟ وهذه هي الرسالة ديالها والشهادة ديالها مع رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حافظة آسفي نفس العنوان محجوبة، الإبنة ديالها قدرت توصل لآسفي وجابت العنوان مشكورة، وكذلك لما لا أمي محجوبة كما كتنطقها إيمان تساعدنا إلى عندها معطيات أخرى، واللي الا قدرت هي تواصل في الهاتف مثلا معاها باش نسهل المأمورية. من السهل الوصول لاسفي ولكن من الصعب الصدمة، لانه ايمان ليست على ما يرام في الوضع الصحي ديالها. مشاهدينا الكرام، باش ما نخلطش الامور، انا اناقش الهدف في الموضوع وباقي جانب ثاني غادي نتكلم فيه ان شاء الله في المستقبل فيما يخص الوضع الصحي ديالها. ايمان حسب ما يروج وما صرحت به المرحومة الله يرحمها اللي رباتها، أنه مخلفات الحمل اللي كانت حاملة بإيمان كان هو السبب في الإشكاليات اللي عندها في رجليها، وعطوها أطباء الأمل رغم أنه باش نكون واضح في هذا الشق عندها منزل خلاته لها أمها، نعم منزل بسيط جدا، واحد الطابق فيه صغير جدا كاريه هو باش كتعيش، الوضع ديالها على قد الحال وليس لها من الامكانيات، وانا اتحمل مسؤوليه ما اقول، ليس من الامكانيات باش دير العمليه، وهذا هو اللي غنجي ليه في الدور والمساهمه ديال المجتمع المدني وكذلك المغاربه في المغرب وخارج المغرب باش يساعدوا ايمان. لما لا اننا نشوفها كتمشي شانها شان اي مغربي، وهذا غيشكل لنا فرح لنا كاملين. هذا جانب غادي نتكلم فيه من بعد بطبيعه الحال، لا زلنا على تتبع الخيوط، وهنا النداء كنوجهوه للمقربين سواء من العائله ديال حافظة والناس ديال الجوار، وهاد السيدة مشكورة اللي مشات لعيد المكان وانتقلت وصلت هذاك المنزل، ولما لا شي جمعية حقوقية أن تهيئ لنا الأرضية باش هاد الشابة تنتقل، من السهل أنها تمشي لآسفي، وكذلك من الصعب أنه الصدمة تكون قوية وتعطيها شي جواب بالرفض. كيفاش غادي يكون الوضع ديال إيمان؟ إيمان الصدر ديالها رحب، ملي تكلمت مع فاطمة وجات لعندها رحبت بها، ملي كيتواصلوا الناس مع إيمان باش يوصلوا لها الهدف اللي كتقلب عليه فاطمه وبنتها هي اللي خدمت هذا الدور. شوفوا العمل الجبار اللي دارت ايمان، ندوزوا الفاتحه نفس الموضوع، تواصلوا مع الناس مجهود المغاربه بشكل كبير ولم تتوانى ولو لحظه انها توصل الرساله وتتقول يا ربي ديك السيده سواء كانت امي ولا ماشي امي تعرف بنيتها. هذا ان دل على شيء انما يدل على النبل الاخلاق ديالها، وهذا شرف لي انا الاول انني نكون بالرفقه ديالها الان. مشاهدينا الكرام، ارجوكم كل من يساهم في الموضوع
لا نريد أن تطأ قدمي إيمان آسفي وتجي في الوضع مهتز نفسانيا، وهذا من أصعب الأشياء. وهذه هي الأمور اللي عما قريب في الأيام المقبلة غادي نمشيو لآسفي، ولكن نتمنى أن يكون جانب إيجابي في الموضوع، تقبلها بواحد الصدر رحب، توصل الشهادة ديالها أمام الله عز وجل في المعطيات اللي عندها، وكذلك التواصل بين محجوبة وبين حفيظة، عندكم رقم الهاتف ديال بنتها، تواصلوا معه وفيدونا بمعطيات. هنا نريد جانب واحد فقط، هل معلومات هل الأم ديالك شكون هي؟ انتهى الكلام. إذا تقبلت هذه الأم، يعني اللي هي الأم البيولوجية، الأمر واستقبلت إيمان اللهم بارك، إلا ما قبلتش كتبقى هذه البنية عرفت شكون هي الأم ديالها، وهذا هو الوصول للهدف. ضحت سنين طوال وضحت مع جميع الناس كما تبعتوا الحلقات، كلهم فرحوا ببناتهم، وكلهم سواء بحال قصة فاتحة تواصلت مع بنتها ولا لا، ولكن الأصل عرفت شكون هي بنتها، هذا هو الأهم. إيمان لازلنا في النقطة اللي وصلنا لها ديال محجوبة، وننتظر حفيظة، والأم اللي كتربي فيها الآن وهي على جد مقربة منها وكتواسية وكتساعدها جد متضمرة هي في الطاقة، رغم أنه الإشكاليات حتى لا أطيل عليكم مدرجة بشقين، الشق الصحي ديالها ليس على ما يرام وممساعدهاش، وكذلك تعب يعني الفكري اللي عندك تضل تفكر في الموضوع. أرجوكم كل من يساعدنا ويساهم في هذا الخير أجر محسوم على الله عز وجل. كما عيدكم دائما سوف أبقى مستمر تتبع ملف إيمان ولو بالغالي والنفيس حتى نصل إلى الهدف إن شاء الله، أمر من الله عز وجل ودعم المغاربة في المعلومات من أجل وصول قصة إيمان. نتمنى نشوف ردود الفعل ونشوف الخطوات الإيجابية يا ربي، ومن المعلومات ولما لا أننا ننتقل لعين المكان ونضعكم في الصورة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.